من أجل فتح آفاق لترطيب الأجواء وعودة المسيحيين إلى كل أرجاء محافظة نينوى. دائما تبنينا شعار، والشعار نريد أن نطبقه على أرض الواقع، لأن نينوى للجميع. نحن لدينا تنوع قومي، أكراد عرب عثمان، ولدينا تنوع ديني، المسيح اليزيدية المسلمين، ولدينا تنوع مذهبي السنة والشيعة، وأيضا المكونات الشبك المسيح والأكائية والعثمان اليزيدية. هذا التنوع نعتز به اليوم، مثلما نعمر جامع النوري اللي منارة الحباء، أيضا هناك أعمار في كنيسة القاهرة، وأعمار في كنيسة مسكنتا أقدم مسكن، كنيسة الموصل، وكنائس برطلة والحمدانية وتلسكوف وباقوفة، وأيضا سنعمر كنائس تركيف. وأيضا لدينا الدعوة من خلال كل الذين حضروا إلى الموصل ونينوى، لا نريد فقط عودة المسيحيين إلى منارة سهل نينوى، لكن نريد عودتهم إلى داخل مدينة الموصل. فنستثمر وجودك ساعة المطران، نوجه الدعوة لكل المسيحيين في كل البلدان اللي مغتربين حتى يعودوا إلى نينوى والموصل. إحنا من هذه المدينة، وأكيد إنه نعرف الأعداد إخوان المسيحيين هاجروا، لكن هاي الهجرة كانت من أجل إنه الأوضاع تتحسن وفي يوم من الأيام يرجعون مرة ثانية يعيشون في هذه المدينة. إحنا نشد على دوركم، وأكيد راح نمد أيضا إيدنا معاكم من أجل إعادة بناء هذه المدينة وازدهارها. الرسالة اللي دائما ننشرها هي رسالة المحبة والسلام، يعني ما عندنا غير هذا الشيء اللي نقوله دائما. إحنا شعب نحب السلام، نحب الحياة الدب مرة ثانية، وإحنا مؤمنين بأنه هذه المدينة راح تسترجع دورها التراثي والتاريخي اللي كان لها على مر